أهلاً ومرحباً بكم، تحية من القلب إليكم جميعاً كل من حضر إلينا الآن. اليوم في هذا المحفل الكبير الذي جاء تتويجاً لمنظومة عمل دؤوب، عمل دقيق مفعم بالتفاني والإخلاص، بسواعد وعقول تفكر نحو الارتقاء، ولا يوجد أنبل من ذلك هدف. هدف يسعى نحو الإنتاج وزيادته وتحسين مستواه. ودائماً أيها السادة، أفضل الأعمال هي أوضحها، هي ما كانت ملموسة ظاهرة، ظاهرة لكل العيان. ولذلك فإننا شركة العزيز للإنتاج الداجني ندعوكم اليوم وكلنا حرص على أن تلمسوا ذلك الإنجاز. السادة الحضور، ندعوكم الآن لمشاهدة هذا الفيلم الذي سيوضح بكل كلمة وبكل مشهد وبكل صورة كيف كان العمل في شركة العزيز للإنتاج الداجني. قناة للدواجن هي واحدة من أكبر المشروعات المساهمة للإنتاج الداجني في صعيد مصر، لإنتاج 12 مليون دجاجة تسمين سنوياً لسد الفجوة ما بين إنتاج المحافظة واستهلاكها وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفقاً لأفضل المعايير العلمية والعالمية، حيث يقام المشروع على مساحة 2500 فدان بمنطقة المرجدة في محافظة قنا بحجم استثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، إلى جانب توفير 800 فرصة عمل غير مباشرة للشباب، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل بنسبة 2% من إجمالي العمالة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العمل بأحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الدواجن في العالم، لتقدم للمستهلك دجاجة ذات جودة وصحة عالية من الدجاج الكامل أو قطع الدجاج المجزأ. تعد قنا للدواجن شركة مساهمة مصرية تعمل على تنفيذ مشروع مجمع دواجن متكامل الحلقات، قائم على قطاع للأمهات بشقيه التربية والإنتاج، قطاع التسمين، المجزر الآلي، مصنع للأعلاف، محطة لتحلية المياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف، وحدة إنتاج البيوغاز، مزرعة الجوجوبا، حيث تبدأ مراحل المشروع بمرحلة تربية الأمهات، وذلك من خلال جلب كتاكيت الأمهات عمر يوم المنتقاة وتربيتها لمدة 20 أسبوع بأحدث النظم العلمية في مزارع قنا للدواجن بمنطقة المرجدة، وتهيئة الظروف البيئية المناسبة وتحت رعاية صحية متكاملة، تمهيداً لوصول الأم لمرحلة إنتاج البيض المخصب عالي الجودة خالي من الأمراض الوراثية بطاقة إنتاجية تصل إلى 16.480 من 1000 مليون بيضة سنوياً في معامل التفريخ. ومن هنا فقد اهتمت شركة قنا للدواجن بتطبيق أعلى معايير واشتراطات الأمان الحيوي والتي تضمن تطبيق مستوى عال من الأمان الحيوي للمزرعة وتحد من فرص انتقال العدوى داخل المزرعة والتي يتم عزلها تماماً عن محيطها. وقد روعي عند تصميم المشروع إنشاء شبكة من الطرق تعزز الأمان الحيوي وتنقسم إلى طريق كتاكيت الأمهات عمر يوم
وطريق لكتكوت التسمين والعلف، وطريق النافق والسبلة ودجاج الذبح، بما يسمح بتطبيق نظم الأمان الحيوي الصارم عليها وعلى جميع العاملين بالمحطات، بما يمنع دخول وانتشار أو انتقال المسببات المرضية من الخارج إلى داخل المزرعة، بالإضافة إلى منع تلوث منشآت الإنتاج، مما يؤدي إلى إنتاج بيض تفخيص ذي جودة عالية وسليم صحياً طبقاً للمواصفات العالمية، ويتم نقله بطريقة آمنة من خلال سيارات مجهزة إلى معمل التفليخ، لتبدأ مرحلة استقبال كتكوت التسمين عمر يوم واحد وتربيتها ورعايتها تحت ظروف بيئية وصحية محكمة، حتى الوصول إلى الأوزان المستهدفة من إنتاج دجاج اللحم سوقياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طائر سنوياً، وإرسالها إلى المجزر الآلي والمجهز طبقاً للمواصفات الأوروبية وبأحدث تكنولوجيا صناعة المجازر في العالم، من أجل ذبح ما يزيد على 48 ألف دجاجة يومياً بقدرة 6000 طائر في الساعة، من خلال شمولية التعامل مع دجاج التسمين بدءاً من استلامه حياً في صالة استقبال مكيفة، مروراً بعملية الذبح، ثم التجويف والتوظيف الآليين والتبريد والتقطيع والتدريج والتخزين في ثلاجات حتى بيعه طازجاً، أو ينتقل بعد عملية التعبئة إلى أنفاق التجميد، ثم يوزع على 4 ثلاجات بدرجة حرارة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر بقدرة استيعابية تقدر ب 250 طن من الثلاجة الواحدة، والتي يخرج منها إلى مجمعات وأماكن التوزيع بوسائل مبردة ونظيفة، للوصول إلى المستهلك النهائي بأيدي شباب وشابات مصريين. وتعد صناعة الأعلاف أحد الصناعات المرتبطة بالدواجن، حيث أن إنتاج كيلوغرام من لحم الدواجن يحتاج إلى كمية من العلف تتراوح بين كيلو ونصف وكيلو وسبعة من عشر جرام من الأعلاف. ولتكامل مشروع قنا للدواجن وتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية له، جاء التخطيط لإنشاء مصنع إنتاج الأعلاف حسب مراحل أعمار الدجاج وفقاً للمواصفات المطلوبة، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية بالمنطقة الصناعية بقفط. فلصناعة الأعلاف أهمية حيوية واقتصادية قصوى، حيث تمثل 70% من تكلفة الإنتاج. والاهتمام قنا للدواجن بالبعد البيئي وخلق بيئة آمنة ونظيفة وصحية في ذات الوقت، فضلاً عن زيادة تعظيم الدور الاقتصادي للمشروع من خلال الاستفادة من كل مخرجاته وإعادة تدويرها، سواء في تحلية المياه المالحة أو معالجة مياه الصرف الصناعي أو إنتاج وتوليد ونقل الطاقة ذاتياً داخل المشروع، فقد قامت باستخدام وتطوير كافة الموارد المتاحة لتحقيق أهداف المشروع، بإنشاء عدد 5 محطات لتحلية مياه الأبار الجوفية المالحة موزعة على محطات الدواجن، بجانب إنشاء محطة تحلية مجمعة تخدم مجزر الدواجن وتكون صالحة للاستخدام الأدمي للعاملين بالمشروع. ولأن الطاقة عنصر اقتصادي مهم وحيوي، فكان التخطيط ليضم المجمع بناء وحدة لإنتاج الوقود الحيوي أو الطاقة البديلة، والتي تتكون من محطة واحدة تغذي المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 600 كيلو وات في الساعة يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 110 أطنان من السماد العضوي بشكل يومي سائل أو بودرة للاستخدام في عملية الزراعة أو التصدير للخارج وفقاً للأسعار العالمية. تعد وحدة إنتاج الوقود الحيوي مشروعاً مستقلاً مبنياً على استخراج الطاقة النظيفة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للحفاظ على البيئة، عن طريق إعادة الاستفادة من تدوير 130 طن من المخلفات يومياً، سواء الناتجة من عملية الإنتاج مثل السبلة ومخلفات المجزر وغيرها، أو الباغاس من قصب السكر. وسيكون لقنا للدواجن السبق في زراعة أشجار الجوجوبا المنطقة على مساحة 1900 فدان كنوات لاستصلاح هذه الصحراء الشاسعة في صعيد مصر، والتي تروى عن طريق المياه المعالجة
من عملية الذبح والصرف المعالج بأحدث الطرق والمعايير العالمية والري بالتنقيط. يعتبر شجر الجوجوبا مصدراً غنياً لاستخراج الزيوت التي تستخدم في الكثير من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والعديد من الاستخدامات الأخرى. ومن هنا كان تميز قنا للدواجن بالتخطيط لإنشاء منظومة حديثة للزراعة وإنتاج زيت الجوجوبا بأيدٍ مصرية مدربة، استخراج زيت الجوجوبا لبيعه وفقاً للأسعار العالمية من خلال تصديره نظراً للإقبال العالمي عليه. ولأن شركة قنا للدواجن تؤمن بأهمية تجانس العلم مع العمل، تعمل ضمن منهجية علمية في التطبيق لكل مراحل الإنتاج داخل المشروع وطبقاً للأسس الأكاديمية والمعملية الصحيحة، فكان لدور البحث العلمي قدر كبير من التخطيط. وقامت الشركة بتخصيص نسبة تقدر ب3% من صافي ربح المشروع سنوياً لصالح البحث العلمي، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات للتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومركز بحوث صحة الحيوان والمراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال لترسيخ دور البحث العلمي في جميع مناحي الحياة العملية والاقتصادية ومجالات تطبيقها. مشروع مجمع قنا للدواجن المتكامل سيمثل إضافة قوية مهمة في صناعة الدواجن في مصر، وخاصة في جنوب الوادي الذي سيعمل على سد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو تجسيد حي لتشجيع الدولة وقيادتها السياسية لمبادرات القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة للمشاركة في التنمية وابتكار حلول علمية وعملية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده، وتشجيع الاستثمارات الوطنية من جهة ومحاولة القضاء على التربية العشوائية من جهة أخرى، وذلك من خلال دمج صغار المربيين في هذا الكيان الكبير وتطبيق أعلى معدلات الأمان الحيوي به. قنا للدواجن هو الحلم الذي أصبح واقعاً بتوقيع عقد المشروع، واليوم يشهد اجتماعنا تدشين ووضع حجر أساس مشروع مجمع قنا للدواجن. قنا للدواجن صرح ولد من رحم صعيد مصر ليكون عملاقا، لنقف جميعا اليوم ونردد تحيا مصر بكل فخر، نحن نساهم في الإنتاج الوطني. إن شاء الله بمشيئة الله، يعني حاطين في حساباتنا إني في خلال 2020 إن شاء الله بمشيئة الله هيكون أول إنتاج لينا في السوق إن شاء الله. لما تعملت الدراسات الجدوى على المشروع، إحنا عملنا دراسة على 12 مليون، ويمكن بعض الناس يقول ليه 12 مليون؟ 12 مليون دي كانت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في محافظة قنا بس. احنا عارفين ان يعني كان التفكير في المشروع ان صعيد مصر يمتلك ظهير صحراوي ممتلئ وغير مستغل، وكان التفكير في استغلال الظهير الصحراوي، استغلال
الموارد البشرية والطبيعية في الصعيد. احنا عارفين ان الصعيد كان عقود طويلة مهملة، ونحن الآن بعد شبكات طرق بدأنا نلاحظها، شبكات طرق حديثة، بنية تحتية، فحاولنا احنا نستفاد من البنية التحتية، حاولنا احنا نستفاد من بناء مصر حاليا من جديد. يمكن احنا ما عندناش مسؤولين، فعشان الكلام ده يعني ما يتخذش على محمل تاني، احنا ما فيش مسؤولين معانا حاليا، كان معانا الاستاذ اعضاء مجلس الشعب من الشعب تمام. لكن لا فعلا احنا لمسنا من خلال تعاملاتي في السنتين الاخرانيين مع الجهات المعنيه، كله بيحاول انه هو يقدم حاجه. مفيش سواء في السابقين المسؤولين السابقين اللي تعاملنا معهم او الحاليين، ولكن هناك بعض التراكمات القديمه، بعض القوانين، والساده اعضاء مجلس الشعب يساعدونا فيها ان شاء الله. لكن ان شاء الله مشيت لان احنا بنحلو ان بكره يكون احسن. احنا اول مره يمكن مصر بتعالج مشاكلها من معالجات جذريه مش مسكنات. وانا بقول هكرر كلامي تاني، احنا ما معناش مسؤولين قاعدين في القاعه، يعني حتى لا يفهم الكلام، لا احنا ان شاء الله مشيت لا احنا حطينا في دماغنا، كان حلم معظم العاملين في المجال ما كانوش يتخيلوا ان احنا ممكن ناخد ارض. من سنتين كانت ناس فاكره ان احنا يعني هنضيع وقت، لا الحمد لله احنا خدنا ارض. ان شاء الله احنا عازمين على تنفيذ المشروع باحدث ما وصلت اليه تقنيات تكنولوجيا صناعه الدواجن في العالم، واحنا يمكن زرنا مع الساده الاستشاريين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اكثر من 11 دوله. ان شاء الله ان شاء الله عازمين ان في صعيد مصر يكون في مشروع متميز اسمه غنى للدواجن، يكون نواه لمشاريع ثانيه في صعيد مصر وفي الظهير الصحراوي الممتد، وان شاء الله يوفر فرص عمل للشباب